مبسوطة جدا جدا وبشكر سيادة الرئيس بالمبادرة الجميلة اللي هو عملها لأطفالنا. يعني مصطفى احنا في الأول كنا فاقدين الأمل جدا ان هو يعني ينزل له علاج، والحمد لله ان العلاج نزل واحنا رحنا معهد ناصر، وبنشكر كل الأطباء اللي وقفوا معانا، شكرا جزيلا ليهم، ونشكر سيادة الرئيس شكرا جزيلا ليه، واحنا مبسوطين جدا بالمبادرة دي ومتمنيين من ربنا ان ينزل الأطفال الأكبر سنا. يعني فوجئنا الجروب بيتصل بينا بيقول ان الرئيس يعني كتر خيره جامد نزل مبادره جميله جدا لضمور العضلات اللي هو من اقل من سنتين لحد سنتين. بصراحه ما اقولكمش الفرحه اللي احنا اتصورنا بيها، قلنا يا ريتنا تبقى نكون نصيب فيها. رحنا فعلا المبادره دي ورحنا هناك، عملوا معانا قاموا بالواجب بصراحه في معهد ناصر وفي مستشفى لجنه التامين الصحي في روكسي. الناس دي قامت معنا بواجب كبير جدا، كل ما يعرفوا ان احنا تبع الرئيس مبادره الرئيس بيعاملونا معامله فيها احترام.